هل يوجد الآن شخصية في العالم مثل أنطونيو غوتيريش دعا في مليون مرة إلى إيقاف هذه المجزرة؟ كل الأصوات في الأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي ويعني دعوا بشكل صارم وحاسم، ومع ذلك لا استجابة. محكمة العدل الدولية ولا استجابة. عربدة لا يمكن وصفها في التاريخ الحديث يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي ومركزي. أن 7 أكتوبر أعطتهم مهدد، هم أشعروا أنهم مستهدف وجودهم، وبالتالي تعاطوا مع الموضوع بأن هذا الفلسطيني المفترض على مدار 75 عام نقوم بتركيعه وتدجينه وقتله واستخدام كافة الممارسات على مدار 75 من الهجرة والاعتقال والضرب، كل الوسائل هي استخدمت بشكل مكثف وبشكل متباعد زمنيا وبشكل مكثف زمنيا. رغم ذلك أنه حدث 7 أكتوبر، بمعنى أن هذا الفلسطيني لا كل أدوات الضبط والعقاب والقمع لم تجدي ما هو نفعا، وبالتالي استخدموا كل ما يمكن استخدامه لتكثيف كل التاريخ أو كل الأدوات التي استخدموها في التاريخ في هذه اللحظات القصيرة. النقطة الأهم من ذلك، الإسرائيل تعربد في المنطقة بسبب دعم الولايات المتحدة الأمريكية لها، وهي بالتالي لم تكن لتفعل ذلك لو لم تجد دعما مطلقا من الولايات المتحدة، سواء بالموقف السياسي المساند، سواء من خلال الذخيرة والعتاد العسكري، سواء يعني أنا أعتقد أن هذه الحرب بالدرجة الأولى هي حرب الولايات المتحدة، وبالدرجة الثانية هي حرب إسرائيل. ونلاحظ أن بالدرجة الأولى والأخيرة هي حرب الولايات المتحدة الأمريكية الإسرائيلية، وهي أصبحت أداة يعني. وهي عندما ذهبت في المرحلة الأولى من 7 أكتوبر لأنها تريد أن تنجح هذه العملية، أن تنجح هذه الحرب ضد الفلسطينيين، واعتقدت أن 7 أكتوبر أعطت إشارات أن الإسرائيليين ما زالوا ضعاف يحتاجون لهذا السند الضخم. عمليا الفلسطينيين هم وجها لوجه مع الولايات المتحدة. إسرائيل هي الآن تمثل أداة من الأدوات، ولكن الولايات المتحدة تفعل مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والعسكرية والسياسية، الضغط على الإقليم، الضغط على أوروبا لإنجاح المهمة في موضوع. فتخيل أن تكون إمبراطوريات تمارس حربها في قطاع صغير، مساحة محدودة، في عدد سكان بسيط، فكيف سوف ترى نتائج دموية مكثفة يعني في نتيجة هذه الحرب؟ نحن نتحدث أنه قبل 7 أكتوبر الولايات، بعد 7 أكتوبر الولايات المتحدة تضررت بشكل كبير، كانت تفكر بإعادة ترتيب المنطقة بحيث أنها تنفذ سياساتها، ولكن بدون أن يكون لديها هذا التواجد الكبير من خلال العلاقات العربية الإسرائيلية. كانت تعطي اهتماما لموضوع الصين وتايوان وروسيا، كانت تعطي اهتماما لموضوع خط التجارة من الهند إلى حيفا، كانت تعطي اعتبارات كثيرة للمواضيع التطبيع العربي. كل هذا تم إتلافه في 7 أكتوبر، ولذلك نرى قد نقول توحشا إسرائيليا، ولكن توحش أكثر من الولايات المتحدة. وتخيل أن إمبراطورية مثل الولايات المتحدة قوة باطشة تستخدم كل ما تملك من قوة في هذه المساحة الصغيرة، بالتالي سوف نرى مجازر لم يشهدها التاريخ مثيلها.